قانون بيقول أي مشروع بيوقف يعاد الحال كما كان عليه سابقا مع عطل وضرر. أنت وقفت المشروع يا وزارة المال، شرف عيد الحال كما كان عليه سابقا. نحن صيادين من الدالية، نحن مش جايين جديد على المينا، نحن وراثة عن أبيتنا وأبيتنا عن أجدادنا وأجدادنا عن بيتهم، ورثنا هذه المهنة وما عندنا مهنة غيرها. لذلك نحن بدنا نعمل اعتصام، بدنا نعمل مؤتمر صحفي ندعي له يوم الجمعة بعد الظهر على الساعة 4، وندعي كل إنسان شريف يجي يوقف معنا.